السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجزة الرياضية. كشف سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أن استاد البحرين الوطني جاهز لاحتضان نهائي كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم أغلى الكؤوس. جاء ذلك خلال زيارة التي قام بها سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى استاد البحرين الوطني برفقته عدد من أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد البحريني لكرة القدم والمسؤولين بالوزارة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آخر الاستعدادات في كافة مرافق الملعب. اختتمت يوم أمس منافسات بطولة البحرين الدولية التاسعة للناشئين والأشبال والتي أقيمت بتنظيم من الاتحاد البحريني للكرة الطاولة، وذلك تحت رعاية الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن عسكر، إذ استمرت طوال الأيام الماضية مباريات مسابقة الفردي لجميع الفئات وكذلك فئة الزوجية. كما شهدت البطولة تنافسا عاليا بين المشاركين والذين يمثلون 12 دولة عربية وأجنبية، وشهدت البطولة تألق لاعب المنتخب الوطني راشد سند بحصوله على لقب الزوجي وحلوله في المركز الثاني بمسابقة الفردية. نامل ان مثل هذه البطولات تطور مستوى اللاعبين، وهذه احد اهداف الاتحاد انهم يستضيفون مثل هذه البطولات. واللجنه الاولمبيه البحرينيه برئاسه سمو الشيخ ناصر بن محمد ان شاء الله حسب توجيهات سموه ان نستمر بدعم مثل هذه البطولات. المباريات حقيقه قويه جدا، ويمكن المتابع يعني يحس ان انفاسه لحظه بلحظه، حتى لو ما كان الفريق البحريني يلعب، يعني احنا بعد يهمنا فئه الناشئين وفئه الاشبال التطور. الحمد لله اديت يعني اللي كنت اتمرن عليه، والحمد لله كان الاعداد قوي حق هالبطوله، والحمد لله اني قدرت احقق هالانجازات، وان شاء الله الانجازات القادمه في البطولات القادمه. تمكنت اللاعبة المنتخب الياباني ريزا من تحقيق له مسابقة السلاح السابر لفردي السيدات بعد فوزها على منافستها في كوريا الجنوبية يونجو ب 15 نقطة مقابل 12، وذلك في المباراة الختامية التي أقيمت بينهن في رابع أيام بطولة آسيا للمبارزة للشباب والناشئين التي يحتضنها الاتحاد البحريني للمبارزة، والتي تقام بتنظيم مشترك بين البحرين والسعودية، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. اليوم الرابع في مملكة البحرين، واليوم التاسع على مستوى البطولة اللي انطلقت من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وبتعاون مشترك مع مملكة البحرين لاحتضان بطولة على مستوى آسيوي اللي لغت انطباع وصدى على المستوى الآسيوي، وشهادة من رئيس الاتحاد الآسيوي اللي كان متواجد عندنا في مملكة البحرين. والحمد لله المستويات العربية مشرفة، عندنا لبنان حصلت على ميدالية ذهبية في المملكة العربية السعودية، منتخباتنا الحمد لله احتكاكها احنا راضين عنه ان هي توصل لمراحل الدور 16 كاحتكاك مع دول مثل اليابان والصين وكوريا، دول لها باع طويل في هذه اللعبه، ونتمنى ان شاء الله في المستقبل ان نشوف بطولات عالميه مشتركه بين الدولتين باذن الله.